لكن كلهم مخلوقون. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مخلوق لله. الأئمة مخلوقون، لم يكونوا فخلقهم الله سبحانه وتعالى، أوجدهم وشرفهم. أما من يأتي ويزعم أن الرسول أو الأئمة آلهة أو أبناء الإله أو أن الله حل فيهم، فهذا غلو وكفر مخرج عن الملة. من يعتقد بهذا الاعتقاد هو كافر نجس، وهذا تعدي على الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد. ولذلك الغلاة أسوأ من النواصب. هذه النقطة البعض غير ملتفتين إلها، يتصور أن الغلاة زين لأنهم يعتقدون بالرسول صلى الله عليه وآله، يعتقدون بالأئمة، هؤلاء مثلا أفضل من النواصب الذين يحاربون الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كلا، الغلاة أسوأ من النواصب. لماذا؟ لأن النواصب تعديهم على الرسول وعلى الأئمة، وهذا يجعلهم أسوأ خلق الله، لأنهم تعدوا على أولياء الله بالقتل أو بالسب. لكن الغلاة هؤلاء يتعدون على ملك الله سبحانه وتعالى، على ذات الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم. هم لا يتمكنون من أن يضروا الله سبحانه وتعالى، فلم تضروا الله شيئا، لكن هذه العقيدة تعدي على الله. كما أن الناصب يتعدى على ولي الله، الغالي يتعدى على الله. ولذلك الغلاة أسوأ من النواصب، وحكمهم أشد من النواصب.